ترسم عليه. ما طريته. يقول به ذي المكيف الصحراوي. يقول هلا ام تنيه. اي والله. يقول المكيف الصحراوي يجرح ويداوي. هاوي. والله قبل ما اجي. انا والله طحت اليوم طيحه قسم بالله. احنا يمكن 10 لفات عنا كم جبرنا نقلبها. لا هذه من نوافع عقاب نزحنا تحت البنس. وهذه من نوافع عقاب الليله. ما قد جاك شيء. لازم يجي ثقيل لازم يجي والله طحت اليوم لازم يجي فيه اصابات عشان والله طحت اليوم طيحه على البعصوص شيء ليش؟ يا ولد ظهري من تحت وش اسمه؟ بعصوص بعصوص اسلم قسم بالله يا ولد انها العصص العصص بعصوص العصفر انها بني سوى اي واحد ارهب المهم اني طحت اقسم برب الكعبه انا هذه مشكله لازم موجود كان اختل اي والله هو بلي من اول رشيد الانظار كان عليك يوم طحت المشيه من زبان فيها خله حذفه فيها زياده نوع حذفتين على شوي والله المشكله طح مره ثانيه في تعدى ها؟ طح بعد تبينا تحرول لكن المفروض حتى شريك شاركني الاوجاع ايش تسوي طيح زيك والله تبي رحت عاد يا رشيد بن طه حسين يا رشيد يا رشيد انا قايل هم شراكتنا بتنتهي بتنتهي بخبال اسحب كل خبالي ولا انت بتسحبني؟ ولا ثاني بعد البدايه اني سحبتها هاتك وامسك عمرك امسك عمرك ربك تخليني صاحي جاك الخبر والله ما توقع شقلب قاعد كسبت هواء منو؟ بعد ايه باقي ناش بعد ده في خله ده المشكله الحين انا بدات الوتر تخرب تروح موهبه الانشاد انا ها اذان 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 اي عجه عجه من المعدات اللي تشغل قبل؟ اي ظني القرطبه طق 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 لا شك فيها اشتراها قدامي تكسير ولا شيء. لا اله الا الله الله بصلي وسلم على نبينا محمد يبي لها شاهي ابغى لها شاهي يا ولد كيف بيعطيك؟ قم قم جال سرير قم تعال تعال ونجي ونجي انا حلفت حلفت انا قبلك والله نجي مرحبا ايش الفرق الحين جلس هنا وجلس هنا؟ احتراما وتقديرا شاس تيزا ها؟ عاطى البلية يا ولد المركب المركب بعدني بشيء تبي شيء يا الامير؟ لا والله والله تعالوا هنا يا ابو ربح مشيت شريكك كذا انتين عاطل عتربه لي انا وشريكك انا يا طول العمر ما تركل على مركان كبير ها رشيد انا غير بقوم المكيف سكر في ذني تعال هنا يا ابو اي والله يرجع الحم يعطي خليك الشريك عند المكيف. ما ابي اصلا. عاد الشباب. رجاء ما بيرقد عند الرياجيل ناس عنده يسالفون سبحان الله ولا شيء. ليه؟ يمكن يدق جواله ولا شيء. ما معه جوال. سبحان الله. يمكن مايك يكون طافي وينبهونا طين طين. يجينا تنبيه.
مشكلة. عاد والله تنبيهها قوي. صار يقمص. صار يقمص. الله يقبلك ابو هادي. والله مر لك ساعة رجلي دي. شرب العيوب. راحت. اما مخلد بوم. لا بس بس. مخلد بوم بوم. شفت ايش اسمه؟ المشكلة الفيش. لا دعسته وانت ما تدريبه. الفيش لقدهم مقلوب. ايه. مو تج الساعة وانت. اتحر. لا والشوكة. عندي شوكة تنقذها من يومني في الجنوب. اطلع حبيبنا ما هي الابرة. ولا مقراط. مقراط. تنقذها يا سلطان دي. والله لها شعر ذحين. كسران يعني ما. انا متكسر ولا. مقراط بس قلبها وشلها. مقراط منقس. تنشك. ولا ضربة الركبة على طرف باب من هنا من هنا. شيد يعني إذا طلعنا لا سيسة ربيع لا لا شهر خمسة خلاص لا ما هو ربيع ما هو ربيع برد برد حين إن شاء الله حين باقي بيجينا اشتاهنا نبي بيت الشعر بيت الشعر عندي زلوه والعزبة والأناسة والتاكية أنا عندي المشخاط وجودك يا أبو تركي كافي ما قصر هو اللي بيشدف فيكم ويولعكم الضوء أي ان كان ما هو ما انت بقاعد ابو تركي في برنامج بريكس والبقيد اي اعرف له الناطق والله ما تظهر بالعكس عشان اتابعك والله العظيم يا وجودك ابو تركي البرنامج انه يجود الروح يعني والله ابدا حط بيت الشعر لا تعلمونهم يقولون خلوه يظهر اسمع اسمع ابو تركي عرفت هاي وجودك مثل عدم رشيد ايوه ايوه هي أيوة. هذا هو الصح روح على قد احنا تحت البث شو قمت بكبك انت بكبك بنجيب بيت الشعر ونجيب الطري الصغير نعلقه ابشروا بس ابشروا عندي قريص مع كذا هذا كبره يحط صحن الصحن مع ابوك لما صب على يمينه ويساره دوار مرق ولحم اي اولب يوم اقطع من قريص وخذها من البريق والحيمه وعليك فروه ولا انا ولد ابوي ابو تركي والله العظيم ولا فوق سويتها للربع في الجنوب والله العظيم يا الربع رشيد اسمع يوم روح لها باخر مره وعليك فروه ولا كوت من البرد ايوه والمطر يمطر سلام وابو محمد نسلمه الكرك اسمع والمطر يمطر وذاك اليوم يقول ابو عيسى ترى الباب فاتح يوده يطلع يطلع توم جالدين كل يوم ما بعد كملوا يعني ساعتين هذا وش نوافق قاب ساعتين ما كملوا الا الحركه دي ويشي هذه يعني غير الموجه زي رجع يوم يقول اتحداك يقول اتحداك تسوي كذا الله يوفقك لا يا خلاص وين مارك لا لا ما هو هذا سحاب يطلع فلتر السود عليه يقولوا كرشيد وسوي قرص اشرب حاجه خاب عبي رجيد ليه؟ ما فهمتك قلت ما فهمت؟ ما فهمت يا رشيد ما فهمت لا والله أنجز منك ما فهمت والله انك عفن طيب اسعي اسعي كسرتني ولد نعمة اسعي اسعي كيف هذه؟ علم نواف لا هذا يجيب العيد ها؟ ايه يتحداك لا ها؟ لا يجيب العيد لا يا ولد عاد نواف دام لا انت الله خذ فره يا اخي قم ارجع اوه كاب عيال النعمه مو كاب ما هو لك هذه مال نواف ولد ولد نعمه لا هذا ابداح شيد وين جوالك؟ ابداح يسلف ذا جوالك وين؟ ليه؟ ما من؟ اوه انت صدت انا سلمت نواف ايه سلمني؟ اي مسلمني ذا كذب انت اي شيء تعينه على دربك تشلح بكره بعينه لابس سروال محمد عباس يعني هذا اللي انا محمد عيسى محمد عيسى حسن عباس لا بالله بالله كيف قصدك احسن عباس؟ لا اقصد محمد عيسى نواف الشراني محمد عيسى صغير نواف الشراني محمد عيسى ايام الشباب
قبل ينقص المباراة قبل ينقص بورحان اي والله الكرتين الاول عاد لا بورحان خشم ها يا الربع من المعدات اللي قبل تشتغل اخي المعدات تشتغل يجون المشب لنا يا عواش شايف صراحة قدامنا الا بلا كيف عيشتكم كيف تستاهل كذا كان من الثلاجة ما فيها ترى ما في ماي بوربا والله ما في ماي بوربا والله العظيم ما في ماء اعلم من هذا المنبر والله ما في ماء عاد تلعب ترى ما في ماء الا والله لو نجيبوا مبردات احسن ما يقدر لازم الماء عشان تشرب منه هو عثمان هذا اي بعد يا رسالة تيبي ومن انا بشال الاهم رشيد بكره من الكشت اي والله بيعاقبنا بكره اخي عندنا صبوره اكتب كلامك عليك اكتب وشر بس احنا نفهم بالله ابو مسعود والله بسرعه ولا شوي شوي الا ابو مسعود ما قلت شو نعم هذا عرفت القناه السعوديه اللي يتحدث شو اسمه صح اللي هذا اللي يسولف اللي واحد تحت كذا يقول كذا الهزاني يقول كذا كيف حركه المطبخ الحمد لله الناس تطبخ مجتهده بجروح طلع حقه المطبخ بكره من؟ من؟ معلمك المطبخ بكره من؟ نواف عقاب اخو نورس ايه انت وضيف الله اهم حاجه الفريق الثاني الفريق الثاني ايش اسمه؟ حط طير شاه الثاني مخلد الفريق الثاني مخلد و انت صادق؟ والله صدق ودفين لا لا صادق سلطان من انت لا ما راجل سلطان صدق انا امزح يا رجال طيب من ترى ما ندري والله من يجي الظهر انا ما نبقى من اليوم اللي يجيبوا لي كشف يوروني اياه اليوم وامس كلها اقوم اجي عليهم قالوا ما لك كشف وانا اقول يقومون يزحون اجي هناك قالوا ما لك كشف عندنا بكره اطلع السلامه انا والمكاحله معاه قليل مع قول انا والمكاحله معاه كيف يعني يعني سوى فريق فريق ملغي غرض واقع ملغي فريق يلا فريق انتم من من اللي ورا قال انت مقتنع من نفسك انا وفي غرض ثاني اللي يقول لك من هو تبون النقاش هاي الله قابل يعني كل الكلام ما عليكم منهم روح على بقى يعني الله يبدعك والله ولا عدل والله الناس الله يطول حياتك انت صادق ولا تك لا والله صادق جعل حراسه ما يدفن يا ابو طاحوس جعل راس الحراك ابو طاحوس انا انا والمكاحله في فريق فريق ايوه كم مع مع كم يا الفريق الثاني مدري من يجيك برعام مثل الناس ما يدري وش العام لا ما تدري أنت كش عليه هو يا دب كيف ما دقي ما في جوا راح 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 تدري ماشي لا حرك من الآخر يقول وجهه كذا إيش إيش يوم تقعد راجع مع الغربة كذا لا شيخين حتى شيخينهم لا شيخ ما لا لا عادي دقه ارتفع سبحان الله هذا انت بخاش وين جريم انت بخ بطنه اما جريم ما كيف تهمت شكله جريم قدام جسمه قاعد كذا 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 رد رد لا انك ترزم من ورا ممسوح من ورا مسحيه استغفر الله العظيم ما نحب وين شيخ فقد ابو رباح؟ ها؟ جريم فيه؟ فقد جريم عندها قلو ثنين عليه يرقد بطنه يقول عايش سريره جنب ما يخليها عدله ما يجيبها سافره وين بتسافر؟ ايش تسوي انت؟ والله هذا اليوم ضحكت منهم ليه قلت بس؟ هو يمن؟ يومي قلد ابو حزام من هو؟ فقرة من الفقرات شو رايك انا؟ ما بعد شافوها ترى
ما انت تقول جوي طبعا جابوها ترى عجبتني ضحكته كيف ضحكته اكتمته وبعدين اجلس مش عاده فيها حسب وقت راح هذا منو سويتها ابو حالب ابو شو اسمه ابو هذا يقول مختار يا ولد هذا الظاهر توه متابع عمر مختار قبل ما تدخل برنامج والله هذا هو اشترى المختار هذا يقول مختار اقول مختار من هو وانا عاين هو عاين وشوي قال يا ابو هيف يا رجال انا بغيت اقول انا تركي انا سلطان تركي لا هند لا هند يا ابو هدى المحاور كان فيها اسقاطات ها كان فيها اسقاطات 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 لا ممتازين والله يا رجال من اللي فيه ربو من اللي فيه ربو ما فينا نواف مقطع نحن اسمع بس احلى ما اللي فيه ربو والله يدخل داخل الربع خربت خلاص خربت نواف انت ادخل يا ولد خشمك كبير يا الشوط يا الشوط كله يا الشوط حق القريه كلها اقبل مر اقبل اقبل هذا نعمه يعني اقبل يا الشوط مر عيديك رده مر القطوف راسه نشف راسه نشف ايش ايش مر بحلم كلب راقد جنبي عطش طاح ديو وش؟ ما تعني ناقص لا 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 تجيب الديو لا تقول لا تقول هو قال نفسه انا وياك مخصوص روح روح هذا تروح يلا هد ترى راسي ما يدفن يا ابو طاحوت روح روح راحت لين قالت بس لا حول والله راحت لين قالت بس الامير ترى يبي يخربنا عنده حصاله اي ام الامير الامير انتبهوا منه مغير شيء راح حذف عمره والله العظيم قسما بالله اني بعد ما قال لي رشيد الكاميرات صرت كل ما اجي اناظر كذا 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 المشكله اناظر وهي علي اما برباح وطاهر ناظر لي اللي فوق يا ان كان احنا استمرينا ان شاء الله استمرينا بيطلعون مهبل حلو ولا بيدقون بريك واحده من ثنتين والله اقرب اقرب ما لها مهبل اتوقع بكره القاك انت ويا ابو طاهر هناك عند الدرايش ديك يا تقال احنا اللي نعقلهم انزل يا هادي خلاص والله ما عاد نمزح تعال انزل والله انا كالعاده قلت الايام ولد والله العظيم وجريم وجريم صارت الابوه صارت الابوه قد ايش اسمه جريم قد عبيد مقبل يخوفه أنا أمس أشوف جرام يمشي ربع يقول ربع يقول يقول كذا جرام يقول لا أدري يقول قام يسرع الساحر والله البارح إني مشتي أركب فوق بس مستحي رشيد أقول رشيد لا تركب رشيد وانا بخاطري ودي اركب اسمع يا رجال اليوم ما جابوا لي اللي معك يمكن خمسه ما ركزوا عليك انت ايش والله ما جابونا فوق الرجال مسيره مشكله انت شخصين معك لا جابوا اثنين معي جابوا بندر رودريغيز اول واحد بندر بندر رشيد على طول لا يا شباب اذا طلع رشيد بطلع ورا لانه ضعراط عرفت الضعراط اليوم جاي دراقي الحين لانهم حطوا هاشتاج الحين ضعراط اخضر جنب رشيد الحين الحين الربع يقول ما شاء الله جرى وليدنا ما يخلي حركاته اكرامية للبل طحوش استاهل يا الربع والله العظيم صدق ترى سبحان الله يعني انت انت من مفقع راسك اوه هذه سالفته سالفه يا عطر السالفه انا بالصوت وري ترى ما سوى ابوك كان يقول كل يوم حكمه قال لها قرون عقب الكلب قال لها قرون هذا سياره الفليت هذا سياره لا البس مكسر الجمجمه هذا سياره الفليت ولا يوم مكسر الجمجمه يا عالم سياره الفليت يا ابو طحوس ها سياره الفليت سياره الفليت اللي قلت حقها ما ادري شنو هم سياره الفليت السؤال ما اقدر اقولها بعد البس عطنا عطنا سالفه اللي في جبهتك هذه حزانك علي الليت هذه طلع معاركم
واحد من اخواني. وش تحضر انت؟ تفكر؟ لا خلي السالفه تروح. روح فيها خله. والله ما فيها خله بس ما لها داعي. عرفتها. وش تقول؟ الرجع كاني قمت اقرب جنبه، لا عاد يتنسم واجد. بعدين قاعد نص خيوط هنا لا تكلي بطنه. وانا اشوف رشيد يزحف. غنات السودان. قنا قنا غنا قنا قنا يا اخي. انا ودي تدري وش ودي؟ ودي اشوف ودي اتكلم بديت كبده والله العظيم اشوف رده فعله لما يشوف ابوه مسعود ولدي يا حلوه ما شاء الله هو عمره 8 شهور ولا؟ جزاكم الله خير يا حلوه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يجزاك خير ابو قاب الله يخليه لك ابو مسعود لا ازين مني مليون مره بسم الله على كبده ما شاء الله شفته انت؟ اي والله ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك جنن يهبل أزرح منك رجال نواف مليك خاصة غير الله يصلح يا ربي يخلي لك مليك الله يصلح أبو سعود يخليه لك الله يجزاك خير طول عمرك استغفر الله عليت والله علينا